مرت 5 أعوام على انعقاد المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي، لكن ما الذي تحقق في الصين خلال هذه الفترة المنصرمة؟ ولأن لغة الأرقام هي الأكثر صدقا وصراحة من بعض الكلام، وصوتها يعلو على غيرها من الأصوات. إليكم فيما يلي نظرة فاحصة على بعض المعالم الرئيسية التي تحققت منذ عام 2012. وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين في الفترة ما بين 2013 و 2016 إلى 7.2%، وفي العام الماضي بلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني 11 تريليون و 200 مليار دولار أمريكي، محتلا 14.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومع الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض المدفوعة والابتكارات، بلغت إسهامات الصين في نمو الاقتصاد العالمي 30% في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، متفوقة بذلك على مساهمات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. النمو المحلي القوي دفع التجارة الدولية أيضا، حيث بلغ حجم التجارة في الصين في عام 2016 3.7 تريليون أمريكي، وهو ما يمثل 11% من المجموع العالمي، وتم استخدام ربعها في مبادرة الحزام والطريق والمشاريع الكبرى بما فيها تطوير السكك الحديدية العالية السرعة والكهرباء النووية. كما لا يزال معدل العمالة في الصين يواصل توسعه، حيث يقدر عدد الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية بنحو 13 مليون وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية. ومنذ عام 2012 ارتفع الدخل المتاح للفرد الواحد بنسبة 7.4% سنويا. وفي العام الماضي أشارت الأرقام إلى أن الشخص الصيني العادي كان على وشك التوصل إلى حياة غنية، هذا ما جاء وفقا لمؤشر إنجل. أما على صعيد تخفيف حدة الفقر، فقد شهدت الصين إنجازات ملحوظة، حيث انخفض عدد الذين يعيشون في الفقر بنسبة 50% منذ عام 2012، مع تخليص أكثر من 55 مليون شخص من الفقر خلال السنوات الأربع الماضية. ويعد هذا جزءا من حملة الصين الطموحة للقضاء على الفقر نهائيا بحلول عام 2020، حيث لا يوجد فقير في البلاد بعد هذا التاريخ.